ليش طلعتوا بالذات نحن هنا؟ نعم احنا كنا بالموصل. وين بالموصل؟ بالموصل بقرية الشمسيات. فنفس الليلة قالوا داعش طب الموصل. فقمنا بس يا تاريخ؟ تاريخ 10/6/2014. قمنا انهزمنا من الموصل جينا على سهل نينوى. ظلينا بسهل نينوى شهرين بيت قرايبي غادي بالقرية. يا قرية؟ قرية الشيخ أمير. شيخ أمير. نعم ظلينا بشيخ أمير تقريبا ما يعادل الشهرين. ورا الشهرين صار معارك بين البيشمركة وداعش. فبقينا نهار واحد يعني لليل. نفس الليلة قالوا هم داعش هم هجم. قام يضرب الهاونات. نعم وصل أخذ القرى. فقمنا احنا والعائلة قمنا سحبنا نهزم. جينا هي أمن مكان هي كردستان. أول مرة جيتوا للخازر أعتقد. نعم للخازر. بس نفس اللي يعني الصبح وصلنا احنا كردستان. وصلنا كردستان لقينا لنا عمارة فارغة ما بيها أحد. رحنا بتنا حالنا حال هاي العالم كلها بالعمارة. داخل أربيل؟ داخل أربيل نعم. ورا يومين الثالث جانا مسؤول حزبي يعني من بيشمركة. قال أخوان راح نسوي لكم مخيم. راح ننقلكم على المخيم أحسن ما تكون داخل المدينة. فخلف الله عليهم ورحم الله والديهم يعني جابوا لنا كوسترات وحوالينا ما عندنا لا فراش لا منام لا كل شيء ما عندنا يعني حتى اكل خلف الله عليهم شان المدنيين المدنيين خطير العوائل المدنيين شان جابوا لنا سفنجات على العماره شان يجيبوا لنا اكل وثلج خلف الله عليهم. فيوم الثالث قاموا نقلوا العوائل الموجوده داخل العماره جابونا هنا على هذا المخيم. شان المخيم بعد ما صاير اول الناس احنا طبينا على المخيم بدايه ال Thank you very much. I sit to you next to you. I want to very close to you. Yes, yeah, yeah, sit here. Nem, ez a nézés irány. Nem. Itt ez a nézés irány. Introduce the family, please. Who is he and how old is the children? Okay. ممكن تعرفنا على العائلة وأعمارهم. نعم. عندي هاي زوجتي وهاي بنتي الكبيرة وفاء عمرها 16 سنة. وعندي ثلاث أولاد واحد 15 سنة والأخ 9 سنوات والأخ 8 سنوات. عندي هاي بنتي سيدرة وهاي فاطمة. هاي عائلتي. أعمارهم هاي 4 سنين. هاي هنا بالمخيم جد. سنة ونص. سنة ونص بالمخيم يعني ورا ما جينا هنا بالمخيم ولا. ما شاء الله. الله يسلمك. اكو منهم ما هم موجودين. لا. إيه طالعين الأولاد طالعين والله ما يظلون بالبيت، كهرب ماكو، فيطلعون يروحون على الساحة يروحون على الملعب. And please ask him, do you want to stay here in Erbil in Kurdistan or maybe go to Almania or Europe or stay here? What is to planning to stay? جاي يسأل أنت تريد تبقى هنا أو عندك نية أو عندك شو اسمه بدك تطلع من العراق؟ لا الحمد لله. غير دولة مثلا ألمانيا أو غير دولة لا أوروبية. لا الحمد لله ما لي نية أطلع. أنا الحمد لله هنا مرتاح وكردستان يعاملوني معاملة بأنه إحنا كراد يعني مو غريب ولا حد جاي هنا. معاملة حلوة ونظيفة ومرتبة. وأنا عايش عبالك يعني عايش بمنطقتي يعني أنا مرتاح، ليش أطلع أنا من المكان؟ And do you want to go back to home? Which city is they from? Mosul. Do you want to go back to Mosul? After Daesh? إيه نعم. نعم نعم. ترجع للموصل. إيه نعم إذا حرروا قرانا إيه والله أرجع الموصل. كل واحد يعرف ما يرتاح إلا ببيته. ولو هنا الراحة موجودة والله. ويعاملونا خوش معاملة يعني خلف الله عليهم وبالأخص مام مسعود الحمد لله يعني عاملنا معاملة إكراد قال أنتوا إكراد. And what is the situation in the camp? He likes, he love, does he love to be here or is difficult or not difficult? What is opinion about the in the camp? شلون حياة بالمخيم؟ زينة لو بيها صعوبة. والله هي بيها صعوبة العدل يعني إحنا نازحين النازح لازم يشوف صعوبة. أحكي باللي تشوفه وباللي رايحه كيفك.
لا ما عليك قصدي يعني قصدي يعني يعني من ناحية الناحية المالية من كل نواحي تعرف احنا طلعنا من غادي بجينا هنا على المخيم يعني لا راتب عندنا ولا شغل اكو ولا فلوس اكو يعني بس اكل وشرب ونوم هو صحيح انطونا مساعدات خلف الله عليهم يجينا مساعدات اكل شرب بس تعرف البشر بلا فلوس ها ما يقدر صعبة عليه ماكو لا راتب بس انطونا من حمال مليون والمليون ما طول ثلاث شهور وخلاص ما يكفي تعرف عائلة من نفرات Thank you very much. Shukran jazira. How many children does he have? How many? Six. Six children. And now is only. Now only the here and other is outside. Actually. The boy is outside. Yeah. In the school or in? No, the not school. Somewhere just actually in the camp. Maybe. Or yeah, maybe. Playing and so on and so on. أولادك يروحون على المساحة اللي عمره تسع سنوات واللي ايه نعم يروحون هسه هنا هم هناك هم هذا تسع سنوات وابني هسه على المتوسطه بنتي وابني هي تروح على المدرسه نعم داوم مدرسه كل زين نعم لا طلعت الاولى هي their children in school she in school and the son also is in secondary school and those two 9 years and 7 years in CFS now CFS child friendly space or child friendly space Where we are yes, together, okay. Yes. Child friendly space, okay. CFS, sorry. CFS, okay. We shorten it every time, yes. Okay. Okay, we are ready and shukran jaziran. Thank you very much, thank you. Shukran. Yes, it's enough. And when we walk back, please explain what was the answer. Okay, thank you very much. Okay.